Tolong kita dah. Aku tak apa, aku yang tolong. Aku masuk part ni. All y'all radios out there. Song goes after yo. I'm not against love, of course. I don't believe in Valentine's, actually. I don't believe in love. So sweet, so beautiful. أنا شخصياً لا أوافق على الفالنتين أو ما يسمى عيد الحب. Well, I think you are asking me because I'm wearing a red sweater. والله حقيقة لا أوافق على الفالنتين داي at all. I don't agree at all. You know, this in Islam is not accepted. مش بشكل كامل بس مش معارضه تماماً. I'm okay with it. If you believe in love, celebrate Valentine's Day. But I don't believe in love. I believe love is all about hormones. So it's just a loser's attitude. Well, I personally don't really know because, like, I'm single. لا ابدا اكيد انا ما حوافق لاني اول شيء عندي اعتزاز بديني واسلامي يعتبر من اعياد الكفار ونحن كمسلمين لا نحتفل باي عيد غير الاعياد التي عندنا موجوده في الشريعه ان هذا ليس من ديننا وليس مقبولا عندنا في العادات والتقاليد الموجوده عندنا في المجتمع اليمني وهو تشبه باليهود والنصارى فديننا الاسلامي لم يشرع لنا إلا عيدين في السنة عيد الأضحى وعيد الفطر This is not acceptable for me فالاحتفال بإجماع أهل العلم لا يجوز مشاركة أهل الكفر في أعيادهم لأنها من أهم مظاهر التدين فهذا نص عليه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم والإمام الذهبي وغيره من علماء العصر للأسف نجد الكثير من الناس يعني يوافقون هذا الشيء ولكن في شريعتنا الإسلامية لا نوافق على هذا الشيء البتة لأنه يعتبر نصرة للكفار ونحن كعادتنا يجب أن نحارب الكفار في كل شيء We just follow Muhammad صلى الله عليه وسلم If he didn't do it, we shouldn't do it أما بالنسبة لمعاداتنا إلى الكفار ومحاربتنا لهم فنحن نحارب المحاربين منهم أما بالنسبة للمعاهدين فنحن لدينا في ديننا أن نعاملهم على حسب معاهدتهم لنا وأن نحترمهم ونتقبلهم في دولتنا يعني. نحن الآن في أيام عصيبة تمر عليه سوريا و الارض التراب السوري بدا يتلون باللون الاحمر بينما نرى اصدقائنا هنا والناس الذين نعرفهم يحتفلون به احتفالا عاديا ويفرحون والمسلمون الاخرون يقتلون ويذبحون في اماكن شتى من العالم dalam Islam dalam sirah ataupun sebagainya tiada sambutan untuk hari Valentine Day. لما المسلم يحتفل بعيد الحب يكون عنده نقص في المعلومات الإسلامية ونقص في المعلومات الدينية عن ما هو الحلال أو ما هو الحرام وما هو الجائز وما هو المكروه. For Muslim, I said it is not suitable for Muslims. الله سبحانه وتعالى صحيح أنه خلقنا للحب ومن أجل الحب ونحن نعمل لله سبحانه وتعالى من أجل الحب. فأيامنا كلها مليئة بالحب. وهذا لا يعني أن نحدد يوما واحدا فقط للحب إنما أيامنا كلها حب في حب فيه والحب يعني مش يوم الواحد لو بيحب حد فهو بيحبه طول العمر يعني إنه ما بصير يعني عاطفة الحب ما بصير إنه نقزمها في يوم واحد يعني المفروض إنه هاي العاطفة متجذرة في الأصل الإنساني يعني ما بصير إنه نعتبر يوم واحد فقط هو إعلان لهذه العاطفة guys umat Islam yang kita ada kekasih kita yang lebih dia iaitu Allah jadi kita sambutlah dengan kekasih kita ini setiap hari kan bukan hari yang spesifik hari Valentine dia kita tahu kan couple memang diharamkan dalam Islam kan so bila kalau ada Valentine's Day maknanya dia macam menghalalkan couple lah Hence, it's supposed to be not accepted unless you're married or something. So I don't think it's accepted. Itu kena kaji balik sejarah mana asal ni datang Valentine's Day ni. Christian saint, he was a priest or a monk, I don't remember. His name was Valentine or Valentinus in Latin. He had a little story that involved a couple being in love and one of them was in prison. So if I'm correct, that priest helped the couple to be together again and saved the other the guy from jail. So that's how they remember it. No to Valentine.
Absolutely. Say no to Valentine's Day. لا لعيد الحب. ابدا لا لا لفالنتاين دي. No to Valentine's Day. لا للفالنتاين دي. كان tidak pada Valentine's Day. لا لعيد الحب. طبعا لا وألف لا للفالنتاين دي ولأي نصرة إلى الكفار. نحن مسلمين ونعتز بإسلامنا ونحن قوم عزنا الله بالإسلام ولن نبتغي العزة بغيره.